ليلة كأس مصر، ليلة القمة مع نجوم مصر، كابتن طارق السيد منور الدنيا. كابتن طارق حبيبي يا هيمو، اخبارك ايه؟ سعيدنا انا معاك كله جدا تمام؟ انا النهارده، اكتر والله. وطبعا مع النجم حبيبي يا اخويا حسن. كابتن حسن مصطفى منور الدنيا، حبيبي ربنا اخبارك يخليك. ايه؟ الله يخليك، كله تسلم لي. تمام؟ كل سنة وانتم طيبين وخير في الاول. رمضان كريم عليكم. علينا وعليك ان شاء الله. امين يا رب على الامة الاسلامية والعربية كلها يا رب. عايز ابتدي معاكم قبل ما نخش في الحالي والاهلي والزمالك ومين اجمد ومين يكسب ومين لا، الموقف والذكرى اللي انتوا عمركم ما تنسوها في ماتشات الاهلي والزمالك، حلوه بقى وحشه اللي يجي على بالك. لا كتير، في مواقف كتير ما بين مواقف جيده جدا وما بين مواقف صعبه جدا. انا يا كابتن حسن في موقف معين انا عايز اعرف، عندي فضول اعرفه منه لما يعني جيل. هقول لك انا في موقف، مثلا ماتش نهائي الدوري 2000، مش نهائي يعني، اخر اربع ماتشات في الدوري كان اهلي وزمالك، ماتش الدور الثاني. الدور الثاني في بنجاز 1 ده. ماشي، ده من الماتشات الغريبه جدا. ايوه كنا بادئين بشكل، بس ده بقى الفور كوميديا يعني. وكسبانين 1-0 والماتش بدا النادي الاهلي يبقى ليدنج في الجيم واحنا 1-0. فيرجعوا. ف مستر فينجادا عمل تغييرتين. خرج كابتن حازم امام والكابتن حسام حسن. يا نهار ابيض. ونزل طارق السعيد وجمال حمزه. أيه. فبدانا نمسك كوره ونشتغل، وتيجي كور كتير جدا من على الجنب من عندي، واقوم عامل كروس باص عبد الحليم علي يركب جنب العرض، عبد الحليم علي يركب وجاب الجون الثاني، بقت 2-0. كابتن حسام حسن قاعد بره بعد ما اتغير يعني، وانا في الملعب مفيش كروس باص واحد يوحد. طبعا ببان. طبعا ده بقى يعني كابتن حازم بعد الماتش قال لي ما تهوفش ريحه ببان خالص. كنت ناحيتها يفرمك دلوقتي.